أهلا بكم مشاهدينا الكرام. استيقظت الموصل التي فقدت ربيعيها على فاجعة العبارة التي غرقت بركابها لتغيب أكثر من 120 إنسانا في لحظات، غالبيتهم أطفال ونساء، وفقد العشرات. لماذا أصبح العراق بلدا للموت؟ لماذا تستمر طاحونة القتل بالدوران منذ أن احتل العراق قبل 16 سنة؟ سواء بإبادة المدن وقتل أحيائها السكنية، أو بالاغتيالات والسيارات المفخخة، أو بالتسمم بالتلوث، أو بالموت بسبب الإدمان على المخدرات، أو بغرق العبارات التي تحمل مئات البشر دون أي شعور بقيمة الإنسان العراقي. كيف ينظر العالم لفواجع العراق المتتالية ولطاحونة الموت التي لم تتوقف عن تغييب أبنائه؟ لماذا إن حدث حادث في الدول الأوروبية أقل مما يحدث في العراق تجد أن الحكومات تقدم استقالاتها، في حين أن حكومات العراق المتعاقبة تستهتر بأرواح المواطنين؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على فاجعة العبارة التي أغرقت بانقلابها في دجلة أكثر من 120 إنسانا، غالبيتهم أطفال ونساء، وفقد العشرات. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة. ضيفي في الأستوديو الأستاذ بهجت الكردي، الباحث السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ بهجت. مرحبا بك دكتور سمير، وحياك الله، وتحية لكل مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله يا سيدي. حياك الله أستاذ. أرحب أيضا بالأستاذ عبد القادر النايل، الباحث السياسي العراقي، ينضم معي من عمان عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ عبد القادر النايل. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك العزيز. أهلا بك. أرحب أيضا بالأستاذ أحمد الجميلي، الصحفي العراقي. أستاذ أحمد، مرحبا بك. أهلا بكم ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، نتابع سوية هذا التقرير عن غرق العبارة. منذ أول يوم دخل فيه الاحتلال أرض العراق وهو على موعد مع حصاد الأرواح، فلا يكاد يصحو من نكبة حتى يستقبل الأخرى، ولا يجف جرح حتى ينزف الآخر. تكالبت عليه المصائب والأحزان وأثخنته كثرة الأوجاع. استيقظت أم الربيعين على حادثة أليمة ومصاب جلل يضاف إلى نكبات هذه المدينة المكلومة. إنها فاجعة العبارة التي غيبت أرواح أكثر من 100 إنسان، بالإضافة إلى عشرات المفقودين. النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري أشار إلى أن العبارة كانت تحمل 287 شخصا، وأن من قضى منهم في هذه الفاجعة أكثر من 200 شخص. مصادر صحفية من الموصل أشارت بأصابع الاتهام إلى إهمال متعمد وغير مبرر من قبل القائمين على إدارة المكان الذي استولت عليه وتديره ميليشيا العصائب. هذه العبارة تم تصعيد بها 287 من الأطفال والنساء، ظاهر يكون السبب جشع وطمع الناس. يعني هذه الجزيرة السياحية هي تعود لأحد الفصائل، ويبدو أنها طريقة جديدة في مسلسل القتل المستمر، وصورة أخرى من الإهمال الحكومي للمدينة والاستهانة بأرواح أهلها. ذوو الضحايا وأهالي المدينة عبروا عن غضبهم على الحكومة بطرد رئيس الجمهورية برهم صالح ومحافظ نينوى نوفل العاقوب من موقع هذه الفاجعة. مخطط استهداف وقتل العراقيين مشروع أمريكي بشراكة إيرانية وأذرع محلية، يهدف إلى القضاء على العراق بكل موارده البشرية وغيرها ليكون لقمة سائغة لأعدائه. فالتقديرات المحلية والدولية تؤكد سقوط أكثر من 2,400,000 عراقي خلال سنوات الغزو الأمريكي، لتأتي بعد ذلك حكومات الاحتلال المتعاقبة بدعم أمريكي ومباركة إيرانية، والتي تفننت بقتل أبناء الرافدين بشتى الوسائل، من إعدامات بالجملة أو قصف للمدن أو بساحات التظاهرات والاعتصام. وهكذا يستمر مسلسل خطف الأرواح، وتتعدد الأسباب والوسائل، ولكن القتيل
هو المواطن العراقي. تابعنا سوية هذا التقرير مشاهدينا الكرام. أبدأ بك أستاذ بهجة الكردي الباحث السياسي العراقي، يعني ما دلالات غرق العبارة، سواء يعني الدلالات الزمانية أو المكانية؟ يا سيدي، الدلالات الزمانية والمكانية اللي خطط لهذا المشروع بهذا اليوم يريد أن يجعل غصة. خليني بالبداية أترحم على شهدائنا في الموصل، اللهم يلهم أهلهم السلوى والصبر والسلوى، نعم يرحمهم الله، نحسبهم شهداء، آمين، مدينة الحبيبة. يا سيدي، المشروع هذا لن ينتهي بهكذا. الاختيار والتوقيت، يراد أن يزرع هؤلاء اللصوص والفاسدين غصة تبقى. إذن ليس صدفة؟ لا، لا يمكن أن تكون صدفة يا سيدي أبدا. يعني من يقول إنها صدفة وإهمال والمحافظ ومسؤولية فلان وفلان، لا يا سيدي، العبارة تنقل الناس من هذا الطرف إلى الجزيرة بثلاث أربع دقائق، فكان ممكن أن يقسمون الناس على 50-50، هي كلها 10 دقائق وننقلهم، ولكن كان تعمد إيقاف الظاهر العبارة الثانية اللي بقربها، وإجبار الناس على التكتل في سبيل أن يكونوا في هذه العبارة في هذه اللحظة وفي هذا اليوم، أعياد الربيع وأعياد النوروز، وبالنسبة لأهالي الموصل دكتور سمير، هذا اليوم يعني يحتفلون به منذ زمن بعيد، من أيام الآشوريين، يسموه عيد الربيع، ويصادف أنه عيد نوروز وعيد المرأة. فقراء الموصل يذهبون إلى منطقة الغابات من أجل أنه يستجم، لكن الرسالة واضحة لأهالي الموصل، سيبقى هذا اليوم وهذه الكارثة على مر 100 سنة قادمة، أنه الوحدة السكانية أو التناغم السكاني اللي في المدينة يراد أن يكون هناك خلل وتهشيم لهذه المدينة. يعني اللي دي يفكر من أجل أنه يجعل من مدينة الموصل، تتذكر هذا اليوم في كل سنة من هذا في هذا اليوم من تاريخ الموصل، اللي هو كان الفرصة الوحيدة للمدينة أن تخرج الناس وتنفح عن نفسها، لكن الظاهر المطلوب أن تبقى هذه المدينة في همومها وتبقى النكبات مستمرة على هذه المدينة. وإحنا نعرف المعلومات اليوم، المعلومات تقول أن مالك هذا المشروع هو يعني مالك له منذ الحرب على داعش، منذ انتهاء العمليات العسكرية. ماذا يعني ذلك؟ البعض يقول إنه فقط موضوع الجشع والطمع. لا يا سيدي، هذه ليس لها علاقة بالجشع والطمع. تعرف ليش؟ لأن هذه المجموعة هم نفسهم اللي كانوا حتى في زمن داعش، يمكن هذا المدير وأبوه كانوا هم اللي متعاقدين مع تنظيم الدولة والدواعش في إدارة هذه الجزيرة واستمرت. وهذه بالمناسبة العبارات عسكرية روسية، هذه عبارات للمواد العسكرية، سيارة طابوق وليس للبشر. يا أخي، هاي العبارات اللي موجودة بالعالم، أكو مكان تقعد به الناس، وأكو مواد لحماية المواطن. المواطن قيمة عليا، لكن ليس عند هذه المنظومة اللصوصية. ذكرت أن المواطن قيمة عليا، لو حدث مثل هذا الحادث في الدول الأوروبية لرأينا الحكومات قدمت استقالتها، ولكن في العراق طبعا هذا الحادث ليس الأول، هناك حوادث كثيرة، يعني ربما بالمئات أو بالآلاف، من السيارات المفخخة إلى الاغتيالات إلى القتل على الهوية إلى الموت أو القتل عن طريق تلويث المياه إلى إدخال المخدرات عبر الحدود. ولكن هنا يعني ما هو دور الحكومة؟ يعني هل الحكومة فقط أدوارها أن تتبادل المناصب، هذا أقيل وهذا استقال وهذا استلم المنصب؟ أين دور الحكومة؟ يا سيدي، هذه مجموعة لصوصية، والمثل العراقي يقول السمكة تخيس من رأسها. نعم، وهذا الذي يجري الآن. هذه المنظومة اللصوصية منذ الاحتلال، هل استقال أحد في كل الجرائم اللي ارتكبت؟ تذكر الجمعة الدامي والثلاثاء الدامي وكرادة وآلاف مؤلفة. هؤلاء مجموعة من اللصوص،
لا يهتمون بأرواح البشر بالعراق كله. يعني إذا في الموصل وهذه المحافظات السنية بالقتل والمتعمد والقصف والدمار والحرق على مود أنه في المدينة موجود فيها أكم إرهابي، في المدن الجنوب هناك الحشيشة والترياق والمكبسلات وكل أنواع الأمراض، وأيضا هناك إبادة. هذا المشروع دكتور سمير إبادة الشعب العراقي، تهميشة، إخراج العراق دكتور سمير من كل المعادلات الإقليمية. ولهذا لا يروق لهذه المجموعة البائسة الفاسدة اللي تتوارث السلطة بهذه الطرق اللصوصية والتزويرية وبهذا الفساد، لا يروق لهم أن تبقى هذه المحافظات حرة وتعيش بأمن وكرامة. يجب أن تهمشها، لأنه بالمناسبة ولاء هذه المحافظات يجب أن تقال، راح يزعل البعض، ولاء أهل الدولة الموصل، المحافظة هذه من أكبر المحافظات، كانت عاصمة إمبراطورية قبل الإسلام وبعد الإسلام من أهم المدن، وفي الزمن الدولة الحمدانية كانت مع حلب من مملكة خاصة، وحتى في زمن سيدنا صلاح الدين عندما كان نور الدين زنقي هي اللي مولت سيدنا صلاح الدين في الحروب الصليبية. فهذا الانتقام للروم وللفرس وللصهاينة مدروس، يجب تهشيم هذه المحافظات، ويجب أن تكون ممر للجيوش الفارسية إلى أينما تذهب، لأنه إذا كانت هذه المحافظات معافاة تعيش بحرية وبكرامة ضمن حتى أي دولة، يعني في الزمن الملكي ما كانت دولة قوية، لكن هذه المدينة تحترم القانون وتحترم الانضباط وتعلم قيمة الدولة، ولاءها للدولة وليس لمرجعية أو لسيد اللي هو فوق الدولة في بعض المحافظات مع الأسف. نعم، أرحب بالأستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي العراقي. أستاذ عبد القادر، يعني إلى أي مدى ترى أن ما جرى في الموصل هو حلقة في سلسلة استهداف غايتها مثل ما تفضل الأستاذ بهجت، يعني إخراج العراق من دائرة المعادلات الإقليمية، ومشروع ل يعني إبادة الشعب العراقي؟ بالبدء نعزي حقيقة الشعب العراقي وأهل الموصل بهذا المصاب الجلل الذي لا زال العراق وأبنائه ينزفون دما في ظل هذه العملية السياسية وأدواتها الحاكمة والتغول الإيراني الواضح. من المعلوم تماما أن هناك هدفا أساسيا لهذه الميليشيات، وهو إبادة أكبر عدد ممكن من الشعب العراقي ولا سيما هذه المحافظات. ومن المعلوم تماما أن الموصل بدأت تستعيد عافيتها وأهلها، أصبح واضحا من خلال التظاهرات التي حدثت بعد العبارة، وأنهم استطاعوا طرد رئيس الجمهورية الذي ما قطع حفلته الموسيقية عندما غرقت العبارة في الساعة الرابعة عصرا، وبقت هذه الحفلة إلى الصباح ليأتي ظهرا. هذه الشعوب التي حقيقة أدركت هذه الميليشيات وغيرها أنها لن تموت، بدأت في سلسلة القتل الجماعي. لا، لذلك هناك تغييب مهم لحادثة العبارة، تغييب لاسم ميليشيات العصائب التي يقودها قيس الخزعلي، والذي قال عن الموصل هؤلاء أحفاد يزيد، مشيرا إلى أن قتلهم جميعا وإبادتهم إبادة جماعية هو هدف استراتيجي إيراني، لأنه ما نطق بهذه الكلمة دون أن يأخذ ضوءا أخضرا إيرانيا وهدفا واضحا مطلعا عليه. لذلك اليوم عندما يتم إقالة نوفل العاقوب، وهو أحد الأدوات في إذلال المحافظة لصالح الميليشيات، وهو يستحق العقوبة من أبناء الموصل حقيقة، هو لإخفاء الجريمة التي ارتكبت، ولو كانت غير جريمة لما تم إخفاء أدواتها. فحقيقة حيدر الساعدي المستثمر الحقيقي لهذه الجزيرة وصاحب المكتب الاقتصادي فيها الذي يأخذ الأموال لصالح ميليشيات العصائب، هو المسؤول الأول الذي جرى إخفاء اسمه ولم يتم إدراجه ضمن المعتقلين أو أوامر القبض الذي من شأنها أن يحقق فيما جرى من هذه الجريمة، يدلل على أن هذه الجريمة مزدوجة ومرتكبة ومتعمدة بحق الأبرياء من الأطفال والنساء، ومن أجل إشاعة الخوف وتفريغ السكان من مدينة الموصل التي بدأوا يستعيدون عملية النهوض
الواضح لهم، وما رأيناه من عملية طرد رئيس الجمهورية وحقيقة طرد نوفل العقوب المحافظ غير آبهين للقوى العسكرية التي تحيط بهم من حمايات، كلها يدلل على أن الشعوب لا زالت حية وتستطيع أخذ المبادرة مع أي فرصة يمكن أن تأتي. لذلك هذه الحادثة المتعمدة بالتأكيد هو عملية قتل ممنهج واضح، وإلا ترى أن هؤلاء الذين جاءوا يتباكون على الموصل، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة تواجد ليلا، وكل القيادات السياسية أبدت التعاطف من أجل حقيقة ذر الرماد في العيون. هؤلاء قضيتين لم يقدموها وهي إنسانية، لا زال أبناء الموصل لا يستطيعون قسم منهم دفن أمواتهم الذين قضوا في هذه الجريمة، لأن البلدية لا تسمح لهم بأن يحفر قبر إلا ب 300,000 دينار عراقي، ما يعادل حقيقة 250 دولار. وبالتالي ما الذي قدمه كل هؤلاء الطبقة السياسية الذي جاءت للموصل ولم تسمح لهم بالدفن في مقابر وأراضي الموصل إلا بمبالغ مالية؟ ثم أن هؤلاء الذين يتباكون على الموصل من الأطراف السياسية، لا زال هناك ما يقرب من 100 جثة داخل هذه البحيرة وداخل نهر دجلة، لم يكن هناك أي جهد حكومي لانتشالهم. هذا حقيقة يدلل على ما سبق من عندما تركوا الآلاف تحت الأنقاض، ولا زالوا تحت أنقاض أبنية الموصل التي قصفوها ووقعوا على قصفها من أجل قتل شعبها. نتابع سويا مشاهدينا الكرام يعني هذا الفيديو الذي يدل على أن من ضمن السياسات الحكومية هي انتظار وقوع المشكلة وليس الاستعدادات ووضع الحلول مقدما فيما لو وقعت. يعني هذه المشكلة التي أو ليست مشكلة إنما فاجعة راح ضحيتها أكثر من 121 إنسان عراقي وفقد العشرات إلى الآن، لا توجد فرق كافية، فرق نهرية من الشرطة النهرية للبحث عن هذه الجثث، إلى الآن هناك العشرات من العوائل تبحث عن ذويها. مع ذلك نتابع سوية مشاهدينا هذا الفيديو أو هذه الصور التي تدل على أن الحكومة لا تبالي بأرواح العراقيين. مع وقوع مشكلة انقلاب العبارة هناك مشكلة ربما تكون أكبر لو حدثت، وهي موضوع جسر السويس في الموصل، وهو على وشك السقوط، على وشك الانهيار نتيجة التدفقات المائية الأكثر المتكاثرة يوما بعد يوم. هناك ضغط على هذا الجسر، ما يؤدي بالتالي هناك تحذيرات من سقوط الجسر في النهر، وهناك سيارات تسير على الجسر بشكل طبيعي كل يوم. نتابع سويا. هذا جسر السويس، كل سيارة تروح وتجي عادي، من يقع ويتفلش والناس تموت بعدين راح يهتمون. وأتمنى من الإعلام العراقي أنه تسلط الموضوع على هذا الجسر، شوفوا الناس، شوفوا السيارات رايحة جاية عادي، يعني مشكلة ماكو، بس هذا لازم يلقون صورة حل بأقرب وقت. نتمنى من الجهات المعنية أنه تلتفت لهذا الموضوع. سنعلق على هذا الجسر أيضا من مع الأستاذ بهجة الكردي، ولكن اسمح لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا ومرحبا. يعني غضب عالمي لما يجري في الموصل من استهانة بأرواح البشر، هناك اتهامات لعصابات متنفذة بالوقوف وراء هذه الفاجعة، من وجهة نظرك ما أبعادها؟ نعم هذا صحيح، مدينة الموصل هي خاضعة فعليا تحت سيطرة المكاتب العسكرية والاقتصادية لأكثر من 10 فصائل مسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي. هذه الفصائل تمتلك على أرض الواقع في مدينة الموصل أكثر من 30 مكتب، مكتب اقتصادي في مدينة الموصل يسيطر بشكل كامل على جميع المفاصل الاقتصادية والتجارية والفعاليات الأخرى في مدينة الموصل بقوة السلاح وبأوراق رسمية، وهذه مفارقة كبيرة، بأوراق رسمية تعمل هذه الميليشيات في مدينة الموصل.
فبالتأكيد ما حدث في جزيرة أم الربيعين التي توشح عيدها بالسواد سببه جشع وسببه عدم اهتمام هذه الميليشيات بأرواح الناس في مدينة الموصل، حيث أنهم ينظرون إلى مدينة الموصل وكأنها مغانم عسكرية حصلوا عليها بعد ما تسمى بعملية التحرير. فمدينة الموصل بالواقع قتلت 3 مرات وما زال جريان دماء أهلها مستمر حتى الآن. قتلت في المرة الأولى عندما تخلت عنها حكومة في الصيت نوري المالكي ولبس الجيش العراقي البشاديش وهرب من مواجهة المسلحين الذين سيطروا على المدينة، ثم قتلت مرة ثانية عندما سلطت حكومة حيدر العبادي طائرات التحالف وقوات التحالف وميليشيات الحشيد والقوات الحكومية المتجحفلة معهم، وبدأوا بعملية تدمير ممنهج لمدينة الموصل، حيث دمروا أكثر من نصف المدينة وما زال هذا التدمير مستمر. فمدينة الموصل قتلت مرة ثالثة عندما ترك أهلها يواجهون مصيرهم الغير معلوم. مدينة مدمرة أكثر من نصفها، ما زالت الجثث تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. لا توجد خدمات، لا توجد خدمات صحية. من أصل 5 جسور تم إعمار جسر واحد فقط. الوضع المعيشي سيء للغاية، حيث تتحكم الميليشيات بنقاط التفتيش وأقامت مراكز من أجل جمع الخاوات إن صح التعبير من التجار، ومن لا يدفع سيكون مصيره القتل كما حدث مع مطعم أبو ليلى، وهذه قصة معروفة حدثت في مدينة الموصل، حيث أن هذا صاحب المطعم تعرض لعملية ابتزاز من قبل ميليشيا العصائب هناك. وعندما تأخر بدفع الأتاوة الشهرية لهذه الميليشيات، قامت هذه الميليشيات بوضع سيارة مفخخة وتم تفجيرها، وهذا مثبت بأوراق رسمية وبمحاضر عمليات نينوى وقيادة شرطة نينوى. لكنهم يخشون الكلام في هذا الموضوع، لأن إذا تحدث بهذا نجم الجبوري أو قائد شرطة نينوى فسيكون مصيره إما القتل أو الإقصاء من المنصب. نعم، ابقى معي أستاذ أحمد، عذرا ابقى معي أستاذ أحمد الجميلي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ باجت، هل ستنتهي المشكلة بإقالة العاقوب؟ ذكرت أن هناك مشروعا لإبادة الشعب، مشروع لإخراج العراق من المعادلات الإقليمية، ربما هناك دول إقليمية مستفيدة مما يجري لتمهيد الطريق لها، ولكن المشكلة لماذا تتمحور إعلاميا عن طريق يعني من خلال الإعلام الحكومي على أنها مشكلة العاقوب؟ شوف يا سيدي، ما هذه المجموعة اللصوصية شافت أنه الموضوع غرق العبارة وعدد الشهداء اللي بيها 120 و80 مفقودين. وخليني بالمناسبة أشكر المواطنين أهل الموصل أهل الغيرة اللي شاركوا في إنقاذ أكثر من 80. أنت شايف دولة بائسة سرقت هذه العصابات أكثر من 1,000 مليار دولار على لسان أعضاء في برلمانهم. عندهم واحد غواص في الموصل وزورق نهري واحد، يعني أي بؤس، أي بؤس هذا يا سيدي. وأضيف إلى الأخ العزيز عبد القادر قال أنه يعني يا سيدي هذه المجموعة اللي الآن موجودة بالسلطة كلها فاسدة. والآن وصل أبناء العراق من البصرة إلى زاخو يفضحون مشاريع هذه العصابات، لأنه النار هسع وصلتهم. في البداية كانوا يعني يصورون أن الاحتلال هذا أنه مشروع جاي للتعمير، ولكن المشروع في العراق أخي سمير صهيوني بامتياز، تنفذه إيران وهي رافعة 7 نجوم خدمات تقدم للمحتل الأمريكي في العراق. لماذا لم نسمع بمحاسبة أي مسؤول حكومي؟ يعني لم يقدم أي مسؤول حكومي للعدالة، للمحاكمة، لم يحبس، لم يحكم عليه بالإعدام، ولن يقدم، مع العلم الكثير من
من الفساد شاب العراق منذ 16 سنة بعد الاحتلال. ولن يقدم. لماذا؟ هذه المجموعة فاسدة يا سيدي. الشرط الذي جاء به الاحتلال بهذه المجموعات البائسة أنه يتم حرق العراق، وأنه هؤلاء الذين يسرقون. ليش الولايات المتحدة ما تعرف هذول سراق؟ المرجعيات الرشيدة ما تعرف هؤلاء سراق؟ ليش يدعون الناس روح انتخبوهم؟ إذن أكو خلل، أكو شراكة في تدمير هذا البلد، تجريف الهوية العراقية بالكامل وبشتى الأشكال. بشتى الأشكال هناك مشروع متكامل لإزالة هذا البلد يا سيدي. ليش العالم المجتمع الدولي ما يعرف أن الأمريكان محتلين البلد وحرقوا البلد؟ العالم هذا كله ما يهتم، وهؤلاء لولا محميين من أسيادهم لن يستطيعوا أن يكرروا كل هذه الفساد، لن يحاسبوا، ولا يوجد سلطة تحاسب، لأنه إذا حاسبت أحدهم راح يطلع ويقول لك أنت أيضا فاسد وتخرج الملفات. كم ملف عندنا في دواء ما يسمى بلجنة النزاهة؟ 30,000 ملف فساد. هل تم استقالة أحد الوزراء؟ هل تمت محاسبة أحد؟ إيه هذا المالكي مو صاحب جريمة الموصل؟ حاسبه أحد؟ وهذا يا سيدي منظم. يعني هسه الآن في الموصل هناك مزاد على محافظ نينوى. الكتل السياسية الفاسدة اللصوصية هذه تركض من أجل أن تشتري المحافظة لأنه يدخل عليها دخل. هذه الجزيرة السياحية تدخل أكثر من 100 مليون دولار. فإذا دخل 100 مليون دولار يا سيدي مؤسسة بسيطة، فكيف عمليات الترميم والإعمار والبناء وهذه الأموال اللي تأتي؟ أموال تأتي يا سيدي من منظمات دولية للتعمير. يجب أن يكون حصة للحشد وللمكاتب الاقتصادية اللي ذكرنا بها الأخ الضيف. هذه إلها حصص في كل شيء يجري، من تجارة، من استيراد، من تصدير، من أتاوات، على كل المستويات يا سيدي. طيب من يحاسب هؤلاء؟ من اسمها يعني، اسمح لي أن أنتقل بالأستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي العراقي. المكاتب الاقتصادية، يعني عندما نسمع هذا المصطلح يعني يأتي إلى أذهاننا أن العراق مزدهر اقتصاديا. هذه المكاتب الاقتصادية هل كانت بوابة لازدهار الموصل؟ هل كانت بوابة لازدهار العراقيين، زيادة مستوى الدخل لدى المواطن؟ ماذا يعني المكتب الاقتصادي لهذه الفصائل المسلحة والفصائل المتنفذة؟ المكاتب الاقتصادية التي فرضتها ميليشيات الحشد، وهي بالمطلق تابعة فقط لميليشيات الحشد، وكل طرف، وهذا حقيقة هي ليست مكاتب اقتصادية لكن جملها حكومة العبادي وعادل عبد المهدي ووضعوها من ضمن ملفات الفساد أنها مكاتب اقتصادية، وبالحص أصل هي مكاتب الأتاوات التي تفرض على الناس، مكاتب الجبايات، مكاتب الضرائب، هي تابعة لفصائل محددة تحكم الموصل. ولذلك من هنا جاء رفض مقتدى أو تيار مقتدى الصدر وهادي العامري سوية بعدم سحب هذه الميليشيات من المناطق الشمالية في الموصل، ولا من صلاح الدين ولا من الأنبار، لأنها تدر لهم أموالا وفيرة، ولأنها تشارك جميع المشاريع، ولأنها أصبحت مكاتب الابتزاز. اسمها الحقيقي الوصف الدقيق لها هي مكاتب الابتزاز. هذا يعني أن كل ميليشيا موجودة في منطقة معينة، سواء في أيسر الموصل توجد ميليشيات سيد الشهداء، وهي ميليشيات إيرانية معروف ولاؤها ومعروف تصرفها، تبحث عن أن تكون لديها مكتب اقتصادي. هذا المكتب لا يسمح للبائع المتجول أو البائع في الشارع أن يفتح بسطية بسيطة حتى يدفع مبلغا ماليا ويقطع له وصلا خاصا لهذه الميليشيا، ثم يفتح صاحب المحل التجاري أو صاحب الخضار البسيط لا يمكن له أن يفتح محله في هذا الحي أو في هذا الشارع أو في هذه المنطقة دون أن يسدد مبلغا شهريا من وارده أو من محله لصالح هذه الميليشيا، ومن ثم يسمح له بفتح هذا المحل. صاحب المقاول عندما يتم إحالة عليه تبليط شارع أو بناء أو ترميم مركز صحي أو مدرسة أو تجهيزها بالرحلات الدراسية بالمقاعد الدراسية، لا يسمح له بالشراء ولا بأخذ المقاولة إلا أن يدفع نسبة معينة 20-25% من أصل العطاء والمقاولة لصالح ميليشيات بدر الذي تحكم أيمن الموصل.
وبالتالي ميليشيات حزب الله وميليشيات العصائر تسيطر على المناطق السياحية، على المناطق الأثرية، على المناطق الزراعية. لا يسمح لفتح جزيرة سياحية في الموصل دون أن يكون هناك وارداً رسمياً يصل إلى 50% لصالح ميليشيات العصائب من هذه المبالغ. فإذا المكاتب الاقتصادية هي مكاتب جبايات وابتزاز تفرض على الناس لأخذ هذه الأتوات لصالح الميليشيات. لا يوجد أي مسوق قانوني لها، ولا يوجد أي باب من أبواب الصرف أو العمل الاقتصادي لها. هي لا تعطي أي مبلغاً مالياً للموصل ولا تساهم في أي عمل. هي تبحث عن كيفية أخذ أموال من الموصل لتمويل هذه الميليشيات تمويلاً ذاتياً، من أجل أن يكون هناك حقيقة لرؤساء ومسؤولي الميليشيات أموال لهم، ومن أجل تعزيز وجودهم الاقتصادي وديمومة وجودهم. وبالتالي هي حلقة واضحة تماماً، تأخذ الأموال أتاوةً، وبالتالي يدفع المحافظ نوفل العابوق دفع أغلب الأموال المليونية، مليونات الدولارات التي جاءت من منظمات دولية للمساهمة في إعمار أو ترقيع إعمار الموصل لصالح هذه الميليشيات. لذلك الإدارات المحلية في هذه المحافظات مدعومة من قبل الميليشيات، بسبب أنهم حقيقة يضعون أموال المحافظات وأموال الشعب والميزانيات التي تأتي لصالح الميليشيات دون الاقتراب إلى العوائل أو إلى الشعب أو إلى ما يجري من انحدار وانهيار للبنى التحتية في الموصل. وما عرفتموه من هذا الجسر حقيقة دليل واضح على أنه لو سقط هذا الجسر وسقطت السيارات في النهر ومات أيضا عدد كبير، لأنه الجسر طويل، ماذا ستقول هذه الحكومة أو الحكومة المحلية؟ سيكون هناك تداعي للاستنكار وللمأساة دون أن يكون هناك أي نتاج، لأنه هذه الميليشيات لا تريد العمل ولا تريد إعمار هذه المناطق لغايات إقليمية، على رأسها إيران تريد لهذه المناطق أن لا تكون صالحة للعيش من أجل تهجير أهلها. وبالتالي هذا ما يفسر إصرارهم على قانون الجنسية من أجل أن يتم تجنيس ميليشيات وأجانب وأفغان وغيرهم حقيقة يتدربون في العراق لأجل إسكانهم في هذه المناطق من خلال الدفع بتهجير أهلها وترك مناطقهم. نعم أستاذ أحمد الجميلي، بالعودة إليك الصحفي العراقي، هل سيستمر من وجهة نظرك هذا الدعم للميليشيات للإدارة المحلية في الموصل من أجل ديمومة عملية تدوير الفساد وبالتالي تدوير نتائجه والحصول على بقاء أطول مدة ممكنة في الموصل للاستفادة من مما يجري رغم ما يجري فيها من فواجع وإزهاق أرواح المواطنين؟ نعم، الحقيقة كل المعطيات تشير إلى استمرار نفس المشهد السابق الذي أدى في الموصل إلى ما آلت إليه اليوم، حيث تشير الأخبار إلى أن هنالك عضو أو نائب في البرلمان ويمكن هو اسمه ناصر المرعيد المرشح بقوة لتولي منصب محافظ نينوى. وكما تعلمون هذا الشخص كان مرشح ضمن قائمة حيدر العبادي، لكنه بعد أن فاز بمقعد في البرلمان انقلب على قائمة العبادي وانضم إلى قائمة الفتح تحت قيادة هادي العامري وأبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي. لذلك هذا الشخص هو مرشح قوي، ولأنه يدور في فلك إيران حيث تعمل هذه الكتلة على السيطرة على منصب المحافظ من أجل إدامة سيطرتها العسكرية والاقتصادية على مدينة الموصل وإقصاء الأصوات المطالبة بإنهاء مأساة أهالي الموصل. نعم أستاذ بهجت، قبل قليل تابعنا جسر السويس وهو على وشك الانهيار على الناس، يعني هل أصبح الاستهتار بأرواح العراقيين علنا؟ لم نجد أي لجنة عملت على قطع الطريق عن السيارات التي تعبر هذا الجسر، فقط الحديث عن إقالة محافظ نينوى، عدم إقالة محافظ نينوى، الضحايا أعدادهم، الفرق النهرية التي لا يوجد فيها، يعني لم نسمع بوجود فرق كافية
ليس هناك اهتمام بهذه هذا الحدث الجلل. من وجهة نظرك كيف تفسر ذلك؟ هل هو استهتار مستمر من قبل الحكومة بأرواح العراقيين؟ طبعا بلا أدنى شك دكتور سمير. هذه الدولة وهذه التظاهرات التي خرجت على رئيس الجمهورية وخرجت على محافظ نينوى، يعني ألم يعني تولد لديهم الإحساس بأن هناك شعب يريد منهم أن يغيروا شيئا، أن يحترم أرواح المواطنين، أن يفعلوا شيئا لأهالي نينوى بعد هذه المعارك التي دمرت مدينتهم؟ شوف يا سيدي، هذه المجموعة البائسة اللي أنا أسميهم جماعة تعالوا احتلونا، هذه المجموعة يا سيدي ما لا تدع أي اعتبار لما يسمى بشعب عراقي. هؤلاء ليس ضمن مشروعهم إسعاد وإعمار وترميم وبناء دولة. هذا اللي موجود بالعراق ليس دولة يا سيدي، هذه مجموعة لصوصية من الأعلى، من الذي يختار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإلى أبسط شخص في ما يسمى بالمجالس المحافظات، مجموعات لصوصية، ناس ترفع لناس وناس تصور يعني يطرح عليه أنه إذا تترك الموقع إحنا نفك عنك القضايا، التهم اللي موجودة على موضوع العبارة. أي بؤس هذا؟ أي دولة يا سيدي؟ هذه ليست دولة. يراد للعراق أن يكون على مستوى مشيخات عوائلية، هذا هو المشروع الصهيوني بالعراق وهذا الذي ينفذ. هذه المجاميع موظفين لدى السلطات الأمريكية، هي التي تتحكم بالعراق بالكامل، ومعها إيران تنفذ قتل. لأنه أخي سمير، هل يعقل يعني تجي أمريكا خلال سنتين تدمر كل محافظات العراق السنية؟ ما تقدر. لكن شو سوت في البداية؟ حمت البغداد اللي هي فيها مجموعة الفاسدين اللي جاءت بهم، هاي من شوارع أوروبا جابتهم ومن شوارع بعض الدول العربية وأمريكا، حمتهم بما يسمى بسور بغداد وهذه المنطقة اللي حول بغداد تجريفها، بعدين الآن التجريف إلى المحافظات، إلى الفلوجة والرمادي والأنبار وكركوك والموصل، هذه أيضا تجرف، لأنه يجب أن تكون هذه المنطقة مهملة ضمن المشاريع الأمريكية الصهيونية، يجب أن تهمل لحين يتم إيصال إسرائيل إلى الفرات. ولهذا أقول حتى إذا أزالوا العاقوب المحافظ يا سيدي، هذا لن يغير شيء في المعادلة بالعراق، المجموعة كلها فاسدة، سيأتي فاسد لا محالة. وأحيي أبناء الموصل، أهلي وتاج راسي، وانت حكيت على موضوع جسر السويس، مرتع صباي أنا هناك كان مسكن بالنعمانية، هذا كنت يوميا أروح عليه على منطقة قوينجق، وكنت أكمل الثانوية أدرس هناك أذاكر للتحضير. يا سيدي مشروع هؤلاء إبادة العراق وتجريفه بالكامل كما قلت، وننتظر الأسوأ القادم، أسوأ، لأن هذا المشروع لم ينتهي. هذا المشروع الذي بدأت به أمريكا ونظمت إيران من أجل أنه يكون لها وجود في 4 دول وأنه تباح المدن هذه كلها، هذا المشروع لن ينتهي يا سيدي بالعاقوب، من يأتي بعد العاقوب أيضا فاسد، لأن المنظمة كلها، المجموعة كلها لصوصية، غايتها تدمير هذا الشعب وإيصاله إلى مرحلة لا دولة، وأنه يعني إلى مرحلة ما نقول عنه مشيخة. معقولة هذا العراق يجرف بهذه الطريقة؟ وأنه العراقيين يا أخي عندما خرجوا على محافظ وعلى رئيس الوزراء، والله أقف لهم احتراما، أنه لا زالت هناك غيرة في أهل الموصل، ولا زال هناك خير، ولا زال داخل العراق ناس يريدون الخلاص، لكن الحلول توحيد الكلمة يا سيدي، جربنا كل الحلول، الآن توحيد الكلمة، يجب أن نضع مخطط بسيط أن يجمع العراقيين. إخوان، بدون التوحيد للكلمة سيجرف العراق بكامله، وهذه المجموعة اللصوصية تأخذ فلوسها وتهرب وتترك العراق وتروح إلى مكانات اللي حاطة فيها أموالها. يا سيدي من هؤلاء يفكر في مستقبل العراقيين؟ يا شيفي يا سيدي شوف الفساد، انسى موضوع الجسور يا سيدي، احدى المستشفيات اليوم فيها فئران وصراصير، مستشفى يعني هل يعقل هذه المليارات السرقة ما قادرين تقضون على الفئران والجراذي والصراصر في مستشفياتها؟ فكيف تريدهم يشيلون هم أبناء الموصل؟ وأبناء الموصل أذاقوا الإيرانيين الويل في الحرب العراقية الإيرانية، وأيام نادر شاه لما راد يحتل الموصل وقف أهل الموصل كالصرخة كالجبل أمام هذا المشروع لاحتلال الموصل، ما ينسوها الفرس يا سيدي. نعم. هناك بعد تاريخي لاستهداف المدينة،
أستاذ عبد القادر النايل، يعني بالنظر لهذا الواقع المزري الذي يعيشه العراقيون بشكل عام والموصليون بشكل خاص، هذه الحادثة أو الفاجعة أو المصيبة التي حلت بالعراق والعراقيين وهي غرق العبارة، ألا تكون ربما بابا يعني تغيير الواقع من خلال البناء على هذه الكارثة؟ من المؤكد تماما، وهذا الذي تفاجأ به الطبقة السياسية، ولم نتفاجأ لأننا نعلم الشعب العراقي هذا معدنه الأصيل، الموصل الذي حقيقة جرت عليها نكبة حقيقية عصرية تشبه الحرب العالمية الثانية، الموصل أريد لها أن يشيع الخوف وحقيقة الإرهاب في نفوسها والهزيمة النفسية من خلال إبقاء الجثث بالآلاف تحت الأنقاض، الموصل الذي حقيقة حكمتها الميليشيات وأرادت أن المعتقلين الموجودين فيها فقط في تشابه الأسماء بالآلاف في بادوش وغيرها من السجون الذي لم يجري عملية التحدث عليها، والنواب الذين يدعون تمثيل الموصل ويتبكون عليها لم يذهبوا إلى هؤلاء المعتقلين وجريمتهم تشابه الأسماء وهم أبرياء بغض النظر عن المعتقلين وفق المذكرة 4 إرهاب والتعذيبات. كل هذا حقيقة لم يركع ولم تركع ولم يركع أبناء الموصل، هذا حقيقة الذي أثار حفيظتهم، وهذا حقيقة أثار تساؤلات كبيرة، هل يمكن أن لهؤلاء مهما فعلوا أن يركعوا الشعب العراقي وأبناء هذه المحافظات؟ الجواب مسبقا قلناه أيام هذه الحروب وأيام هذه الانتهاكات، قلنا لن تركع هذه المحافظات، ربما ستأخذ فترة من أجل إعادة تنظيم نفسها، لكن في المحصلة النهائية ستنهض لأن فيها رجال وشباب وسيواصلون رغم الجراح تضميد جراحهم والسير إلى الأمام. لذلك حقيقة الكل يجمع بعد هذه الحادثة اليوم لابد أن يكون عملا حقيقيا لإخراج ميليشيات الحشد الشعبي المحتلة للموصل وللأنبار ولصلاح الدين والديالة ولحزام بغداد بطريقة واضحة، ومعلوم تماما أن هناك عشائر وأن هناك سكان لهذه المحافظات ذاقوا الأمرين من خلال النزوح ومن خلال خطف أبنائهم ومن خلال التغييب القسري ومن خلال الاغتيالات الواقعة أمامهم. كل ما زوغ الإعلام لصالح هذه الميليشيات لن يمحي الحقائق التي شاهدوها أبناء هذه المحافظات أمامهم. ثم اليوم يلتحق العراقيين جميعا في جنوب العراق وأصبح الوعي كبيرا أن تلك الميليشيات وقياداتهم تمثل الإرادة الإيرانية في إخضاع العراق في هذه النقطة العراق. أستاذ عبد القادر اسمح لي أن أنتقل للأستاذ أحمد الجميلي، مثلما تحدث الأستاذ عبد القادر النايل هناك الكثير مما يحذر من أن الاستهداف ليس فقط للموصل، هناك استهداف لجميع المحافظات العراقية، والدليل على ذلك هناك مخاطر المخدرات التي تدخل عبر الحدود عن طريق إيران التي تهدد بشكل مباشر المحافظات الجنوبية، هناك تلوث المياه الذي أدى إلى تسمم الآلاف من العراقيين. من وجهة نظرك هل هو مشروع فعلا استهداف المدن العراقية أم حدث كل ذلك بالصدفة؟ نعم بالتأكيد، يعني نحن باعتبارنا يعني نعيش على أرض الواقع في العراق نشعر أن هذا الإهمال متعمد، وإلا كيف تسمح حكومة باستمرار مسلسل تدفق كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الكبتاغون من الجارة إيران ولا تضع حدا لهذه المسألة؟ أنا يعني كنا متابعين لزيارة الرئيس الإيراني الأخيرة للعراق، تخيل بأن زيارة على هذا المستوى ومشكلة كبيرة مثل مشكلة المخدرات لم يتم مناقشتها مع الجانب الإيراني، وكأنهم يخشون أن يتكلموا بهذا الموضوع، لأن الكلام بهذا الموضوع بالتأكيد سيؤدي إلى غضب المرشد الأعلى وبالتالي خسارة رئيس الوزراء وخسارة هذه الميليشيات لمكانتها ول إذن الاستهداف ليس فقط لمدينة الموصل وإنما لجميع المحافظات العراقية. شكرا لك أستاذ أحمد الجميلي. بالانتقال إليك أستاذ بهجت الكردي، يعني
العالم كله شاهد ما حصل في الموصل وهو يشاهد ما يحصل في العراق منذ احتلاله 16 سنة، مذابح، سيارات مفخخة، فساد، سرقة، يعني الإبادة والقتل بالجملة، ناهيك عن ما حصل في عام 2006 و2007 وما بعدهما. الكثير من العراقيين راحوا ضحية ما بعد احتلال العراق. العالم، المجتمع الدولي، هل هو صمت تجاه ما يجري وليس آخر هذه الفواجع ما حصل من غرق العبارة؟ طبعا يا سيدي، لا يوجد شيء اليوم للمجتمع الدولي تجاه العرب والإسلام. مشروع الإبادة محلل، عملية احتلال العراق جريمة بكل المقاييس. هل يجيز القانون الدولي احتلال دولة آمنة وتدميرها بهذه الطريقة من قبل أمريكا وإيران مثل العراق؟ هل يجوز القانون الدولي؟ لا يجوز. لكن هذا منطق القوة، والغرب كله اليوم تحكمه الحرس الصهيونية، ولهذا الكل حتى استقبال اللاجئين العراقيين بطلب صهيوني يراد تفريغ المنطقة. دكتور سمير، تفريغ المنطقة من سنة العراق وسوريا. هذا المشروع سيدي كبير ولن ينتهي بهذه السهولة، ولهذا الغرب كله ساكت. من يعني هل يجيز القانون الدولي أن روسيا تحرق بأهلنا وأبنائنا في مدن سورية هي وإيران؟ لا يجيز. لكنه طالما حرق للعرب وللإسلام، المشروع الإيراني واضح، حقد وكراهية على العرب والإسلام. لا تشوف هذه التجارة بالدين وآل البيت وما نسمعها ومظلومية، وأنه الأمريكان جايين على أساس من أجل اعتقال السيد المهدي إذا ظهر، وعلى أساس أنه هذا هو مشكلة الأمريكان والاستخبارات. وسمعنا قبل أيام قيس الخزعلي، وقبلها السيد الصدر كان يقول الأب أنه الأمريكان عندهم معلومات عن ظهور المهدي في العراق، فجايين احتلوا العراق. من أي احتلال؟ من أجل المهدي يا سيدي. مشروع إبادة وتدمير، شفناكم بعد الاحتلال يا سيد سمير، شفناهم بالعين والصورة يقبلون بول بريمر مثل طيور الحب من حلقة. طيب إذا هم جايين من أجل اختطاف واعتقال المهدي، ليش أنتم تقبلوهم وتقومون لهم بالواجب وتحرقون البلد وتسرقون أمواله؟ فيا سيدي، المجتمع الدولي لا يهمه شيء اسمه العراق، شيء اسمه دول عربية، شيء اسمه دول إسلامية. لو يتم إبادة كل أبناء العراق، يبقون مليون حتى يخدمون الصهاينة ويصيرون مزارعين، ما عندهم مشكلة المجتمع الدولي. أقول هو بصراحة وبعد تجربة اليوم 15 سنة، كل ما جرى على العراق يا سيدي، كل ما جرى على أكاذيب، أين سلاح الدمار الشامل وأين كان الإرهاب زمن صدام حسين؟ أنتم من أتيتم بالإرهاب بعد الاحتلال من أجل حرق هذه المدن، وأنتم الذين تنفذون مشروع صهيوني. الروس والأمريكان والفرس يخدمون المشروع الصهيوني بامتياز من أجل تجريف العراق وهذه المنطقة شرق الأمة العربية بالكامل. طيب في دقيقة واحدة، ما الحل؟ ما الحل؟ والله يا سيدي، الحل أن هذه الأمة تنهض من البصرة وإلى أن تصل إلى طرطوس. والله إذا هذه الأمة لن تعيد سياقاتها وتعود إلى الإسلام، تعود إلى قيم الإسلام، هذا الذي نراه يا سيدي خلال 15 تم تجريف العراق، مو بس بالقتل والدمار والفساد والمدري إيش. لا يا أخي دكتور سمير، حتى سقوط المنظومة الأخلاقية اللي ذكرتها أنه المرجعيات وحالة الإلحاد، هذا سبب طبيعي، سبب طبيعي، هذا يدخل ضمن المشروع الصهيوني. نعم. أنه تفريغ العراق وجعل العراق معوق فكريا، جعل العراقي معوق فكريا، هم بس لقمة العيش. المالكي قبل مدة حذر من انتشار الإلحاد في العراق، يعني لماذا الآن يقول هذا الكلام؟ طبعا يا سيدي، ما واضح لما 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 المشروع الفساد صار له 15 سنة، وأنه لا محاسبة للفاسدين ولا لكل من أساء إلى الدولة ولا للسراق، ولا توجد سلطة تحاسب. المرجعيات في كل انتخابات تقول اذهب وانتخبوا الأفضل، وينكوا أفضل؟ هم نفس هذه المجموعة يعاد تكرارها وعلى أساس أنه هذه ديمقراطية. إذن طاحونة الموت في العراق بعد 16 سنة على احتلاله لا زالت مستمرة في الدوران بسبب الفاسدين الموجودين
في العراق أساسا الذين لا يعيرون اهتماما ولا يحترمون العراقيين ولا أرواحهم التي أزهقت أطفال ونساء، وإلى الآن هناك العشرات من الأشخاص في نهر دجلة جاري البحث عنهم. هؤلاء ضحايا يندرجون ضمن حلقة في سلسلة من عمليات الإبادة للعراقيين. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيبة المتابعة في حلقة تحت الضوء هذه، وأشكر ضيوفي الكرام الأستاذ بهجة الكردي الباحث السياسي العراقي ضيفي في الأستوديو. وشكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا لك أستاذ عبد القادر. وشكر أيضا موصول للأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى لقاء آخر في أمان الله.